من ضمن برضو الحفلات الموسيقية اللي هتكون النهاردة حفلة للفنان يحيى خليل، وهو مؤسس أول فرقة موسيقية للجاز. الحفلة هيكون النهاردة في مكتبة الإسكندرية. يحيى خليل برضو من العازفين اللي قدر ان هو يجمع ما بين موسيقى الجاز العالمية والموسيقى الشرقية، وقدر كمان انه يعرف شريحة كبيرة جدا من الجمهور بنوعية الموسيقى دي. الحفلة النهاردة تكون في مكتبة الإسكندرية، ولكن يحيى خليل قدم حفلات كتير جدا في دار الأوبرا المصرية لهذا الجمهور المحب جدا للثقافة والمحب جدا للفن.